الحقيقة اليوم مجلس الدولة مع الأسف يعني راح نقولها بصريح العبارة، مجلس الدولة لا يعدل القوانين التي يشرعها مجلس النواب. قرار قضائي نعم أوكي، رأي استشاري محترم من مجلس الدولة، لكن مجلس الدولة فيه أساتذة قضاة من القانون الدستوري ويعلمون علم اليقين أن الدستور العراقي أخذ مبدأ الفصل بين السلطات. كيف لمجلس الدولة أن يقرر حلول مجلس المحافظة محل مجلس القضاء ومحل مجلس الناحية في ممارسة الصلاحيات؟ إذا هذا النص ما وارد في القانون، هل بإمكان نفس الصلاحية أن نعطيها لرئيس الوزراء أو مجلس الوزراء في حال عدم وجود مجلس محافظة يحل مجلس الوزراء محل مجلس المحافظة؟ اليوم هذا القرار حقيقة لا نتفق معه، قرار مخالف للدستور، يعني قرار مجلس الدولة. الوحدات الإدارية يحق لهم محاكمة؟ نعم، لا مو محاكمة، يحق لهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين. اليوم قرار استشاري صادر من مجلس الدولة فيه شبهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات. وين أكو نص في الدستور العراقي أو في قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 يقول في حال عدم وجود المجلس المنتخب الأدنى يحل محله المجلس الأعلى؟ شنو راح يكون رد قرار المحكمة؟ المحكمة على هي التي ستقرر، المحكمة هي محكمة حماية الدستور. اليوم أنا من ذوبت الشخصية القانونية لمجالس الأقضية ومجالس النواحي أيضا، بل أبعد من ذلك، اليوم أكو مخالفة دستورية صارت من المادة 122 و23 تقول لا يخضع مجلس المحافظة لأي سلطة لأي رقابة أو إشراف من أي من السلطات الاتحادية في الدولة. طيب، اليوم وين صار اندماج؟ يعني صار الوزير يعين بدال إذن هذه مخالفة بدال مجالس المحافظات وبدال.